السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو في حلقه اخرى من حلقات الى مديسيون كارت. هذاك الجبل الناس اللي كيعرفوه، هذاك هو الجبل ديال شيشاوا تاعنا عندنا ديك الله الوطن الملك بحال كادير. المهم شي حاجه بحال هكا، ما عرفتش علاش مني دائما كنبغي نصور شي فيات، كتجيبني الاقدار انني نصورها هنا في مدينه شيشاوا. بزاف ديال السيارات صورتهم في مراكش، ولكن ملي كنبغي نصور الفيات سانسون لا مني دابا بغيت نصور لا فيات باندا، جابتنا الاقدار اننا نصورو في مدينه شيشاوا. واش كاينه شي حاجه مشتركه ما بين لا فيات سانسون ولا فيات باندا هي اللي خلاتها انها تجر انها حتى هي تجي تصور في شيشاوا، انني حتى هي ندير لها هذه النظره هذه المعمقه؟ ما عرفناش. هذه السياره هذه بانت سنه 1980، السياره هذه بانت سنه 1980، دابا حنايا في 2019. كاين اللي تيقول لك بان اون فان سيري، ما هاد السيارة هادي تكون فان سيري ما تكونش اون فان سيري، هاد السيارة هادي تمشي للمارشي دو بون اوكازيون، هو المارشي اللي كيما انت غاس في هاد الحلقة بزاف. دونك هاد السيارة هادي تمشي للمارشي دو اوكازيون، بويس كتمشي للمارشي دو اوكازيون وهي ديجا كاينة في المارشي الجديد. السؤال اللي كيتطرح هو واش هاد السيارة هادي بون افير سوا في المارشي دو اوكازيون ولا سوا في المارشي ديال القديم. دونك هاد السؤال هذا نحاولوا نجاوبوا عليه في هذه الحلقه هذه. تنتمي فيات باندا إلى هذه الفئة من السيارات التي تقوم بكل شيء، وهذا النوع اختفى للأسف. سيارة إسبرتية ولكنها شعبية. تبدأ القصة في عام 1980 عندما رفع النقاب في دار سيارة ترنواز عن هذه السيارة التي تم العثور عليها من طرف فيات بشكل متأخر، لكنها كسبت به المعركة. وكما يقال من الأفضل أن تأتي متأخرا على أن لا تأتي أبدا، ومن الأفضل أن تكسب في المعركة خوكم اللي زاد هادي. هاد السوق هذا ديال السيارات كان مكتسحا من طرف السيارات الفرنسية رونو بيجو ار 4 ار 5 إلى آخره، وهاد السوق هذا كان مستحوذ عليه من طرف هذه السيارات بجوج ديال العودان فقط، وهذا الشيء اللي دفع فيات انها تعاقد مع شركة خارجية وتعطيها دفتر تحملات لسطرات من تحت منه فيه على سيارة عملية سامبل مينيماليست ومعها غالية لا في الشراء ولا حتى في الصناعة ديالها، ولكنها تصلح لمختلف الاستعمالات وديال فئات متعددة من الشعب. وبالتالي الناس اللي كيقول لك راه هاد السيارة دي سوية، اسمح لي نقول لك راك كتخربق. تكنات على سوفت كيوب في اوروبا، غادي نسدو الشرجم سوفت كيوب، لانه هاد الطوموبيل هادي كانوا كيعشقوها بزاف لي زاركتيكت في اوروبا، ما كيمشيوها حتى دابا. هاد السياره كلاسيكيه دابا كيشريوها الناس
كتلقى لي زانجينيور القدام هما اللي كيشريوها لان هما اللي عارفين بديك القيمه التاريخيه ديالها كيفاش حتى بانت السياره الى اخره. هاد السوفت كيوب هادي علاش تسمى سوفت كيوب؟ لانه اي حاجه شفتوها في هاد السياره هادي كات اون في ريفيرونس الكيوب المربعات المعينات المكعبات. دونك هي اصلا كامله مصوبه بهذا الشكل هذا اون في ريفيرونس. دونك الديزاينر حتى هو حاول انسيستي على هاد القضيه هادي فاش بغى يصاوب الطوموبيله ديالو، حاول على انه انسيستي على هاد القضيه هادي ولا انه يبينها بانه فوالا كندير. هي كاينين اشكال اخرى اللي حتى الكوسانات ديالها تيكون فيهم دوك المربعات وداك الشيء هادي، ما عرفتش علاش الكوسانات ديالها ان فون با ريفيرونس للكيوباج، ولكن راه اي حاجه اخرى شفتها حتى من الطابلو دبور ديالها راه اون في ريفيرونس للسوفت كيوب. ديك الساعات المربعات كانت هي لا طوندونس اللي ديك الساعات خارجه في السوق، اما حاليا دابا راه الانحناءات هي سيده الموقف. و تنشوفوا حتى لي كونسيبت كار دابا اللي خارجين من جميع الفئات ديال السيارات ما بقاوش كيعطيو اهميه للاشكال الهندسيه اكثر ما كيعطيو الاهميه للانحناءات اللي كتكون في السياره. وداك الشيء صحاب النيه الحسنه راه هنا كنشوفكم. بالنسبه للموتوريزاسيون ديال الطوموبيله غادي سي موتوريزاسيون 1.2 اسونس، كانت 1.3 واحد الوقيته قال لك اودي بانوا فيها شي مشاكل ديال ما نعرف. عافاك اخويا اسكت. شفت هاد العباده كطلع زجاجه بوحدها قال لك اودي لقاو فيها شي مشاكل ديال البيئه وداك الشيء صافي. الطوموبيله مابقاش كتركب في لي نورم العالميين صافي، وهي تحيد الطوموبيله مابقاش كدار 1.3 دونك باقي فيها 1.2. لا بويسونس اللي الناس كاملين في العالم كامل كيهضروا بها هي 79 عود او شوفال او حصان. دابا يلا انا قلت لهم ثلاثه، شي واحد يقول في كومونتير شي حاجه. دونك هذه هي لا بويسونس باش كتبان 39 عاود. لا بويسونس فيسكال سمحوا لي واحد الدقيقه، شحال عندها من سيلندر؟ عندها 4 سيلندر، يعني هذه طوموبيله صغيره. هذه اصلا نعرف اش دارت كما قلنا راه دارت باش تعوض الاير 5 الاير 4 الى اخره. تيقولوا لهم بانه لا كونسوماسيون ميكست ديالها هي 5.2. اجي نشوفوا لا كونسوماسيون ميكست عندنا هنا دابا، لانه ضربت الطواله ودرت وسط المدينه على قبل انني نشوف هنايا لا كونسوماسيون مويان. لا كونسوماسيون مويان 4.8 الخبط. حنا دابا وسط شيشاوا راه 8. داكشي علاش قلت في الفلوق بانه الناس ديال شيشاوا سي با لا بين انكم تبقاو تشريو سميتو، سي با لا بين انكم تبقاو تشريو سميتو، تبقاو تشريو طوموبيلات ديزل وانتم عندكم الحق في هذا الشيء، وانتم عندكم الحق انكم تشريو ايسانس ما تكونسوميش ليك، وفي الاخر تشري ان بريستيج اللي هزك انت وهز الدار. دونك ب 5 المليون 6 المليون في القديم نقدر نجيب طوموبيله بحال هذه سي بون اصاحبي، سير فيها بلا ما تبقى تعذب مع راسك وداك الشيء وتعذب الوليدات ديالك. فيتاس ماكسيموم ديالها هي 164 كيلومتر في الساعه، 164 كيلومتر في الساعه. انا جربت بها 120 الى ستابل. حتى اليو اس بي ديالها راه مزيان، حتى اليو اس بي ديالها راه مزيان وراه مخير كاع زعما شاد مزيان، ماشي زعما شي حاجه اللي مرونه ولا شي حاجه. دونك شي حاجه اللي مزيانه هادشي اللي نقولوا عليها. وليميسيون ديال السي او 2 داكشي راه الناس ديالنا حنا هنا في المغرب هاد ليكو هادشي راه ما كيهتموش به بزاف. دونك هذا هو كان هادي كانت فيها ثلاثه ديال لي فيرسيون. دونك هادشي سو نيفو ديال الموتوريزاسيون اللي ما كتبدلش، فهي ثلاثه ديال فيها ثلاثه ديال لي فيرسيون. بلاتي نوقف باش نقول لكم لي فيرسيون اللي فيها. فيها ثلاثه الفيرسيون، فيها الفيرسيون الاولى هي فيها البوب وفيها الايزي وفيها اللونج. انا نطفي الكليماتيزور. فيها البوب فيها اللونج فيها الايزي، البوب دايره 10 مليون وشي حاجه، الايزي دايره 11 مليون وشي حاجه، والبيفي دايره اش 12 مليون. هادشي هاد سو سون دي بري اور ايماتريكيزاسيون. هادشي انا جبتو من السيت باش واحد يقول لك عاوتاني منين جبت هادشي. هاد سو سون دي فري اور دي ماتريكيزاسيون، ما عرفتش واش اور صباغه ميتاليزي ولا لا، ما عرفتش اور يعني ما محسوبش فيها صباغه الميتاليزي. هادشي اللي كاين. الطوموبيلات عاوتاني كيختلفوا، ان كاينين طوموبيلات اللي عندهم سميتو عليه، كاينين طوموبيلات اللي عندهم اللي عندهم دي زوبسيون اخرين اللي زايدين، بحال انه يكون عندك ان اكرون تاكتيل، ولا يكون عندك البلوتوث، يكون عندك لوكسيليير، يكون عندك سو جونغ دو شوز. هادو سو سون عاوتاني دي زوبسيون اللي كيختلفوا عاوتاني من طوموبيل طوموبيل باش ما تزيد باش ما كيتزادوا لي زوبسيون. ولكن اللي عجبني سيكو كاملين فيهم لو اس بي، كاملين فيهم سميتو الفرانات كلهم، سيستم سيكوريتي ديالهم ما ناقص والو، كيلكو سوا اش كيلكو سوا سميتو كيلكو سوا
اش كيتسمى عليه كلكو سوا لا فينيسيون اللي خديتي انت في الطوموبيل كيتسمى بانه انت راك واخد لا سيكوريتي طوطال بالنسبه لهاد لا فوتور. يعني دابا هتشوفوا هتشوفوا هتشوفونا كيفاش نتعاملوا مع اصل المدينه. من بعد راه نديروا انا عندي لكم واحد المفاجاه في الاخر ديال الحلقه. دابا نشوفوا كيفاش دايره كيدير السوغان ديال اصل المدينه. شوفوا معايا الفولون. هذا الفولون هذا دابا مود سيتي. دابا مود سيتي ديزانساري هو الفولون كيقسع شفتو كيولي قاسح. شوفوا اليو اس بي ديالها راه تيخدم. بين نجربوا لكم في الطواله وداك الشيء راه جربته طوموبيل زعما كتعطيك ماشي زعما طوموبيل اللي ما عطيهاش ولا شي حاجه سكو طوموبيل عطيك. شوفوا الفانتاج اللي كان فانتي بها راه شي حاجه راه هبيله ماشي هادو ما تجمع كلشي زعما ماشي طوموبيل عطيك ماشي زعما شي طوموبيل اللي ما عطيكش ولا شي حاجه كتقول لك انا معاك انا معاك وريني شنو بغيتي دير وريني شنو ما بغيتيش دير وريني منين بغيتي دوز وانا نتبعك. التدويزه ديال لابواط فيتاس سلسه هادي معروفه في كاع لي سونس ماشي شي حاجه جديده. التدويزه ديال البواط فيتاس سلسه ملي كتوصل كيعطيك الشيفت اب كدوز صافي سالينا هادشي اللي كاين. هذاك الشيء مطلوب من هذه السياره راه كتاديه وكتاديه بجداره وحتى الثمن ديالها بارابور المنافسات ديالها في السوق نقدر نقول لكم بانه هو الثمن جد مناسب. انا اللي كيعجبني في هذه السياره هو الثمن ديالها الابوردابل في لوكازي وبهذوك لي زوبسيون اللي كتلقاهم فيهم ما كتلقاهمش في المنافسات ديالها. ولا كنت نشري انا طوموبيله قدادي باش نضرب 140 انا رانا هبي. دونك اللي باغي 140 ما تشريش الطوموبيله هذه ما لايقاش لك الطوموبيل ديما لايقاش لك. ولا كنتي انسان اللي باغي يتحرك وسط المدينه ومره مره يخرج الوليدات فشي تسركيله هاد الطوموبيله هي ديالك. دونك الا شي واحد يجي يقول لي لا ما توصلش 140 بنقول له اخويا واش البنانه كتقتل؟ بيقول لي لا بنقول لي صافي سالينا ما عمر البنانه ما تقتل. ماشي تمشي تشري بنانه وتجي تقول راه البنانه ما تيقتلش اخويا بيتي تقتل سير شري جنوب السلام عليكم هادشي اللي كاين. وديك الساعه تلقى اللحم في الجار الاخر ما عمر البنانه ما يمكن تقتل. داكشي علاش الباندا حتى هي ما عمرها ما يمكن دير لك 160 170 180 اللي كنتو بغيتو 110 ديالها 100 ديالها انا 90 ديالها كاع راه صاب مارش بها صافا بها. التدويزه نتوما كتشوفوا سمود وسلسه وحتى التحرك ديالها زوين فيها لو اس بي فيها الكليماتيزاسيون فيها هذا الراديو هذا اللي ناشف انا تيجيني راديو ناشف. السلام عليكم. المهم دابا انا جربت اللور ديال الطوموبيل صراحه ودائما انا تنعطيكم الراي ديالي انا في اللور ديال الطوموبيل وداك الشيء كتبداو عليا الراي ماشي نادر. جالس انا كنصور و تنسمع الموسيقى. المهم الدراري دازو حدايا ما رديتش البال حتى تنسمع الموسيقى وداك الشيء قلت نمشي عند الدراري هادو نقول لهم تجربوا معايا وميم طون بيتكم تسمعوا لهم راه هاد خونا هذا بدا تيضرب الكيتار عنده ضربه زوينه الدري اللي تيغني دابا نسمعوا ليه بدي نشوف بلا ما نكثر الهضره. معنا السي عبد الحق ياك شكون السي عبد الحق؟ قرانيت انا في شيشه كنت ديجا من دابا لا دابا تابع الدومين ديال السيرك. اييه السيرك السيرك في سلام سيرك شمسي. اييه سيرك شمسي اييه كندير لي سبيكتاكلات المهم طون موسيقى وكاينين فيديوهات كليب في يوتيوب واحد ستيل في شكل. دابا سيرك شمسي واش ماشي هو داك اللي كان فيه سوينغ؟ لا سوينغ مصطفى سوينغ سعيد الهيبي الدراري تما كاين حمزه. باقي تيجي عندكم سوينغا تما ولا والو؟ سوينغا باقي تيجي؟ كنت مؤخرا نيت في سلا وتلاقيت مع الدراري ولكن سوينغا ما كانش. شوف سبحان الله الدراري ديال الشيشاوه يا صاحبي وكتلقاهم ساكتين ولكن اذا تقيس بشي واحد تيتفرقع سبحان الله. تبدا تضحك سيرك شمسي هو تيغني ونورمالمون الشيشاوه راه محقوره في المغرب ما معطيهاش حقها. ولا ولا حنا الدراري ديال اليوتيوب وهادشي الدراري اللي كنديروا هادشي ما عطيناهاش لي فور زعما راه ما تبانش. معنا الدري الاخر سي ايوب ياك؟ امين 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 نحيدها في المونتاج الضعيف ما تخافش. معنا السي امين. المهم كيف ما قلت لكم الدراري راه بحال راه تعرفت معاهم. السي امين يعرفنا انت هو براسو. امين اصلي من مراكش. اييه انت مراكشي ولد بامرة فين هاد البلاصه في مراكش؟ اييه في سيتي فين البلاصه في سيتي؟ في ورطلا. اييه مشرفينا ودا سيتي الله يحفظك. كنسكن في شيشه هو كنسكن غير انا والواليد. اييه وعندي المهنه ديال البيض بوكس. اييه
اخويا بمدا نقيس فيكم نتوما بالنسبه لي. زيد واحد الحاجه. لا 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 تيبان لي بمدا انا شوف شوف انا كنت بنمشي هكا تيبان بين طول انا يمكن نمشي نمشي من مراكش ولا شي حاجه اخرى يمكن. ريح 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 شي بيت بوكس كتبيت بوكسي بليس راه كيغني. لا لا صافي بليس راه كيغني الراب تتربي؟ تبارك الله اخويا شوف شي شوا شي شوا شي شوا خصو يتعطى حقه لانه الدراري تيبان لي شي شوا محركه وشو سبحان الله السكايت راكم ما مصدعينش الدنيا ما هاد السيد هذا بغا يقطع صافي ندور انا هنا صحا سمحوا لنا الاجب بعدا ما سولتكم كي داير الجلسه الله شوف لما تنافقوا تخافوا شوف صار على مريحه هذا اش من مريحه صاحبي انت مزيرين رجليك لا انا مرتاح شو القيطار باش عرف ان القيطار شوف راه مرتاح فيه صح والله لا لا واش نتوما مرتاحين ولا قولوا لي اللي كاين لا لا شوف انا كنجي بنادم نيش اكون ما كنقول لك واش راه اللي كاين واسمحوا لي دايرون جيتكم نسيتكم ديك الجلسه كنتو مستوريين لا لا ماشي مشكل شنو شوف انا كثنائي كثنائي كنديروا ار ام بي بالراب اي شنو كسولو ما عنديش مشكل انا تنعرف الار ام بي يا عمري نعيش مع الملايكة في ديك الأرواح البيضة موت يا الشعب ولا هليكة بزات لطازة ولا بيضة كفارة ويدها وبدين تحكم برا والقلب حزين شفتي الملك ترفي اليدين والصين ديرو الغسل الرجل بوليسي حاقر ويد بنادون شيشة كير خدم لبيدون صاحبي قلبي بان تسدون فين ضع شباب اللي جرمة هيتساهوش قبر مالو الخدمة كاينة كل شي فيدو علاش يسبقو غير ولادو وحنا بقينا كل شي كيدو القلب مات هادي شحال البارح متاي صباح الحال دقة جاية غيف رجال اليكي صحة وتفول شغال صعب عمرو يتسال بصح كل شي ولا بالمال يا قايبة الحزان شكون اللي عقل عليك شكون الله يعطيكم الصحة الدراري صفخ عليكم الله يعطيكم الصحة الدراري ياكم نديرو شي قهيوة نمشيو نريحو مرحبا بكم والله يلا مرحبا الله يعطيكم شوف سبحان الله الحلقة ديال اليوم كنتمنى أنها تكون فاتكم كنتمنى أنني نكون جبت فيها شي واحد لمسة ديال الإبداع أنني نكون غيرت شي شوية أنني نكون ضفت شي حاجة من هنا لقدام إن شاء الله نتمنى أنني نجيب نتمنى أنني نجيب شي حلقة أخرى فيها الإبداع ولا شي حاجة كيف ما العادة كان معكم أحمد الأمدسي في حلقة أخرى من حلقات الأمدسي أون كارز السلام عليكم.